السلام عليكم. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بشرح كيفية استخدام نظام الضوء الأفلاش بجميع الألوان الأسود والأزرق وكذلك الأصفر، وكيفاش يمكننا نخدموه على الهاتف ديالنا. وهذه الطريقة هذه هي اللي غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو. وهذا النوع ديال الإضاءة كتكون كنبغيوها في غرف محددة، يمكن لك تقوم بإنشاء محتوى أو فيديو على مثل هذه الأنواع من الضوء. وهذا النوع ديال الإضاءة تيكون موجود على مصابيح ولكنها غالية الثمن. وهنا في هذا الفيديو غادي نشوفوا هذه الخاصية، أو غنشرح لكم عن طريق الفلاش ديال الهاتف، وغنشوفوا بها شي حوايج اللي صراحة خرافي وهذا النوع ديال الضوء. ونوريكم الطريقه اللي هي بسيطه، وكنتمنى انكم تخدموه وتستافدوا منه في جميع الاضاءه، سواء كنتي كتخدم في محل او استوديو او اي شيء، بغيتي اضاءه خفيفه بجميع الالوان. ولكن احنا هنا في هذا الفيديو غنخدموا اللون الازرق، وغتكون واحد الاضاءه اللي هي عجيبه جدا. وتبعوا معايا الفيديو حتى التالي، وهذه الادوات هي اللي غادي نستعمل لتصميم هذه الاضاءه. اول شيء تناخذوا اللاصق، انا قمت بتقطيعه مسبقا لكي لا اطيل في هذا الفيديو او يجي مقطع طويل. كذلك هذا الماركور اللي هو الفلتر اللي هو باللون الازرق. هنا اول حاجه كنجيو الفلاش ديال الهاتف وكنوضعوا هنايا لاصق، كما كتشوف كنوضعوا قطعه من اللاصق لونها هكا باللون، كنوليو نزيدو قطعة أخرى، كنلونها كذلك حتى هي بين اللون باللون الأزرق، كنوليو نزيدو ثلاثة قطع من اللاصق أو أربعة، وغادي نزيدو لونها كذلك تحت هي باللون الأزرق. ولاحظوا معي واحد الإضاءة اللي هي خرافية، غادي نحصلوا على نتيجة ديال الإضاءة اللي هي صراحة ما غاديش توقعوها. وهاد الأدوات هادو راهما بساط، وأي واحد كيتواجدو عنده في المنزل، ويمكن لك تصاوب واحد الإضاءة غير بأدوات بسيطة كما هادو اللي خدمت أنا في هاد الفيديو، باش تحصلوا على فلاش بجميع الألوان اللي بغيتي انت، سواء بغيتي اللون الاسود او الازرق او الاحمر او الاخضر، فيمكن لك تستخدم الالوان في هذا الماركور هذا اللي هو فيتر، يمكن لك تخدمه على جميع الالوان وبالتالي تحصل على الاضاءه اللي بغيتي. هذه الاضاءه كذلك كتكون في محلات اللي هي محلات للحفلات، كتكون محلات للبيع والشراء، وبالتالي فهي كتزيد واحد النظره اللي هي رائعه في اي مكان قمنا بالاستعمال ديالها. دابا غادي نجيبوا الورقه او الرسم اللي حنا غادي ناخذوا عليه التجربه. ودابا كما غتشوفوا معايا فداك الرسم بالفلاش العادي ديال الضوء، كما كتلاحظوا دابا الاضاءه عاديه، ولكن لاحظوا اختلاف الالوان من حيث غادي نخدموا الضوء الازرق. انت يمكن لك تخدموا جميع الالوان. والان لاحظ معي اخي المشاهد كيف يتم استخدام هذا الضوء والجماليه التي كيخليها على الورقه، الديكور كيكون بشكل خرافي، وكأنك كتشوف واحد اللوحة اللي هي مثالية وخرافية. وبالتالي فهاد الضوء يمكن لك تخدمه في اي بلاصة، وشوفوا مزيان كيفاش كيبانوا لنا الرسومات بهذا الضوء الازرق. ويمكن لك تخدم اي لون وتلعب بالالوان، وبالتالي تحصل على الاضاءة اللي بغيتي انت، وتخدمها في اي شيء تريد استعماله. وكنتمنى انكم تستفدوا من هذا الفيديو، وتشتركوا في القناه باش دائما نقدموا لكم الافضل، وبارطاجيو الفيديو باش يستفد الجميع. وكما سبق لي وقلت لكم، فجميع الالوان يمكنك الحصول عليها باستخدام هذه الادوات التي شرحتها في هذا الفيديو. وكان معكم مصطفى تكنو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.